كل شيء ممنوع عند امين. النهارده بالنسبه لربنا في الحلقه 15 فكر هبتي هنكمل مع الاباء. هنتكلم النهارده عن مشاكل العصر الاباء المصري، يعني نقسم المشاكل الاجتماعيه والسياسيه والمشاكل التانيه الفلسفيه والعاطفيه. المشاكل الاجتماعيه، مين مع الرومان ومين ضد الرومان، مين مع الرومان شيعه الصدوقيين بما فيهم الكهنه، بعض الكهنه منهم ضد الرومان، في منهم الاسميين اللي منهم قديس يوحنا المعمدان، منهم المتغيرين اللي منهم قديس سمعان الغيور، في منهم الفارسيين دول كانوا ضد الرومان، فكان بتحصل منازعات ما بينهم وبين الرومان. المشكله الثانيه مشكله فلسفيه لغويه، وهي ظهور فلسفات ميكس كتير جبار ما بين اليهوديه والمسيحيه والهيلينيه والفارسيه، فلسفه الفارسيه عمل ميكس جبار، طلع لنا بقى شويه ارتقاءات فظيعه. الغنوصيه اللي بتقول لك الله لا يتجسد، ما يتحدش بماده، ودي قاومه قديس ايرينيوس كتاباته ضد هذه البدعة. في كمان الفلسفه الابيونيه، الابيونيه دي اللي هم دلوقتي ربنا سامحهم انتشروا في العالم كله، اللي بيرفضوا صلب المسيح ويرفضوا الهيتهم مع ان كتابهم فيه كده. مشكله كبيره الشيعه دي ما بقتش فعلا معترف فيها غير في ايام الامبراطور تراجان سنه 92 117، ده كان العصر بتاعه. الاخرانيين بقى البدعه الاخرانيه دوسيتيانيين او الخياليين، ظهرت الانتقال في القرن الاول الميلادي من ان المسيح ما خدش جسد حقيقي بل ظاهري، وبالتالي ما تألمش ما تصلبش، بالتالي انكروا التجسد والصليب. امال الفداء بقى ايه لازمته؟ يعني هو ربنا هيمثل علينا؟ للاسف حاجات كده يعني ضروري كده، ضروري مقاومه البدع والافكار والغلط من بدايتها، لانها بتؤدي تدمير العالم، بتؤدي دمار وخلاص، دمار خلاص بني ادمين كتير. قديم على طول. شكرا، قابلكم الحلقه الجايه.